الإسلام غيرني كتير، له فضل عليا كبير، خلاني أشوف النور، حسسني بطعم الخير، خلاني ما أحبش عادي وأحب الناس وبلادي، وإن قلت الكلمة أوفي وأكون حاضر في معادي، وأصالح بين أصحابي، وإن كنت حزينة ببسم للي خبط على بابي، خلاني شياكة أناقة في حديثي أدب ولباقة، بين الإسلام وحياتنا في أسمى وأغلى علاقة، خلاني أقرا وأتعلم وبصوت الحق أتكلم، يا ربي صلي وسلم على نبينا المعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هتكلم النهاردة عن شهادات الأناجيل الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا، عن واقعة الصلب اللي بيؤمن بها النصارى وبيعتبروها المصدر الأساسي لقصة الصلب. يؤمن المسيحيون بجميع طوائفهم أن السيد المسيح قد صلب ومات على عهد بيلاطس البنطي، وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث، وهو أمر تنبأت عنه كتب العهد القديم وأكدته الأناجيل الأربعة وبعد كده نلاقي القصة أشرف عزمي بيقول إن مفيش حد عاقل يرفض شهادة الإنجيل عن صلب المسيح. هل يمكن لعاقل أن يرفض شهادة الإنجيل عن صلب المسيح؟ لأنه ما يتحدث عنه الإنجيل بخصوص صلب المسيح من أدلة ومن براهين لا يمكن لعاقل فعلا أن يرفضها أو أن ينكرها. بالتأكيد ده نابع من إيمان النصارى الشديد بعصمة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه وعدم وجود تناقضات فيه. طبعا عندنا آيات في كتابنا في الإنجيلنا أن السماء والأرض تزول، ولكن إيه؟ كلمة ولا حرف من كلامي لا يزول. إذن لا يمكن حد يلعب في الإنجيل ولا يغير ولا يشيل ولا يحط ولا حاجة، ربنا ما يسمحش. طبعا مستحيل يكون الكتاب المقدس اتحرف. الكتاب المقدس ده بينقل جبل. كتابنا المقدس ما فيهوش تناقض. هذا التناقض الظاهري سهل جدا تفسيره بطرق كتيرة منطقية تحليلية تدخل الدماغ ببساطة، ما فيهاش أي نوع من التحايل، لأنه ما عندناش تناقض في العقيدة. وبالرغم أن القمص داود لمعي بيقول أن كتابنا ما فيهوش تناقض، إلا أنه بيعترف في نفس الوقت أن فيه تناقض وبيسميه التناقض الظاهري، وأن التناقض ده سهل تفسيره تفسير منطقية، وأكيد طبعا التفاسير اللي بيقدموها تدخل دماغ أي واحد مش بيفكر ويقول وراهم أمين. وعلى الرغم من الدفاع المستميت لرجال الدين المسيحي على عصمة الكتاب المقدس من الأخطاء والتناقضات، إلا أن في بعضا منهم بيقر بوجود أخطاء في الكتاب المقدس وأن ده شيء عادي. أنا مش شايفة بصراحة أن يكون في مشكلة في أنه في أخطاء في الكتاب المقدس. يا نهار اسود لانه انا عندي معنى الوحي مختلف عن فكره الوحي الاملائي. يعني لو في وحي املائي للكتاب المقدس كنت هخاف انه في الفاظ مختلفه، في كلمات، في ارقام غلط، ممكن اقلق. لكن لانه زي ما كنا بنحكي قبل كده انه معنى الوحي مختلف، احنا في دور الهي او في عامل الهي زائد العامل البشري او الخبره الشخصيه بتطلع في الكتاب المقدس. فايه المشكله ان يكون عندي اخطاء يعني في الكتاب؟ وجود الاختلافات وأخطاء النسخ دليل صريح على أن كل الناس كتبت، وأن المسيحية انتشرت انتشار واسع، وأن لم يحدث لها تحريف متعمد. وإيه كمان؟ قول كلامك حاجة. رغم الاختلافات ورغم أخطاء النسخ، عندي ما يثبت أن الكتاب وصلني بدقة. قول يا ستموني قول. أنا لازم أعرف أن أنا ما عنديش ولا نسخة أصلية للكتاب المقدس. يا طبعا دي نفسها كلمة صادمة. يخرب بيتك. في الكتاب ده أجزاء الله اللي قايلها واحد، وفي أجزاء تانية الناس اللي قايلين لها يعني رأيه،
ففي أجزاء موحى بها من الله وأجزاء مش موحى بها؟ وأجزاء مش موحى بها من الله. إزاي؟ ده أنت لقطة سبحان من أبداع. كل الكتاب هو موحى به من الله. الآية بتقول كل الكتاب هو موحى به من الله، دي حاجة. وحاجة تانية، طب وأنا بقى هعرف منين الأجزاء اللي من الله والأجزاء اللي من الناس؟ بالظبط. حتى لو قلت الله كلم الآباء بأجزاء وطرق، أنا هعرف منين إن الآية دي أصلا وحي؟ بالظبط. ما يمكن دي تأليف. فبرضو يعني انت بترفضي دي يعني. بالظبط. والله الكلام اللي بنسمعه ده كارثه كبيره. اللي نعرفه ان الوحي الالهي ما ينفعش بشر يتدخل فيه، لانه طالما اتدخل فيه بشر هيكون عرضه انه يكون فيه اخطاء، ومش هيكون مقدس لانه كلام من تاليف البشر. وبعدين التحريف تحريف سواء كان متعمد او غير متعمد، فالوحي الإلهي ما ينفعش يتحرف سواء بقصد أو بدون قصد، ولو اتحرف ما يبقاش وحي إلهي. وبعدين الدكتور اللي بيقول إن الكتاب المقدس بينقسم لجزئين، جزء حاجات الله اللي قايلها وجزء تاني الناس اللي قايلها، يعني أجزاء موحى بها من الله وأجزاء تاني مش موحى بها من الله، الكلام ده بيخلي الكتاب المقدس بيفقد مصداقيته. والفكر ده خلى الأنبا ماكسيموس يتبرأ من الكتاب المقدس لما تم توجيه سؤال ليه وتقال له أنتوا إزاي بتبنوا إيمانكم المسيحي على كتاب فيه تناقضات. الحقيقة من الأسئلة دايما اللي بتوجه للإيمان المسيحي أن الناس لما بيقروا البشائر الأربعة بيقولوا أن في قصص متشابهة لكن في بينها اختلافات وفي بينها تناقضات، فازاي بتبنوا إيمانكم المسيح على كتاب مليء بالتناقضات؟ أولا نحن لا نبني إيماننا على كتاب. يا دي المصيبة السودة، يا دي المصيبة السودة اللي ما يتلبس عليها تياب. اثنين، نحن لا نقول أن الإنجيل هو وحي العهد الجديد، بل نقول أن المسيح نفسه هو الوحي النازل من السماء. طيب لما حضرتك بتقول أن أنتم مش بتبنوا إيمانكم على كتاب وأنكم بتعتقدوا أن المسيح نفسه هو الوحي النازل من السماء، فإزاي عرفتوا شخص المسيح؟ عن طريق إيه يعني؟ ولما حد يقول لكم عرفت منين أن المسيح إله، تروح تجري وتجيب نصوص من الكتاب اللي أنت أصلا بتتبرأ منه دلوقتي. انت كده بتنفي قدسية الكتاب المقدس واللي كلكم بتدافعوا عنه باستماتة، وبتقولوا انه وحي الهي ومستحيل تحريفه وما فيهوش اي تناقضات. لا يوجد تناقضات في الكتاب المقدس، من يتهم عليه هو نفسه يقدم الأدلة. ماشي، متفقة مع حضرتك، وهقدم لك الأدلة اللي بتأكد وجود تناقضات بين الأناجيل الأربعة في قصة الصلب. ولكن هنحتكم للقاعدة اللي بتقول كل ما تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. لما شهدت اتنين شهود تختلف في قضية ما قدام القاضي، بيضطر انه ما ياخدش بشهادة اي واحد فيهم لانهم اختلفوا في الشهادة على نفس الموضوع، وما بيصدرش حكم الا لما يجي شاهد تالت يؤيد شهادة اي واحد من الشاهدين السابقين. فلما تختلف شهادة شاهدين امام قاضي في المحكمة، فإن ما تفرضه عدالة المحكمة هو عدم الأخذ بأي من الشهادتين إلى أن يأتي شاهد ثالث يؤيد شهادة أحد الشاهدين، وإن لم تنع صدور حكم عادل. فدلوقتي هناقش قضية الصلب زي ما بتعرضها الأناجيل، واللي بتبدأ بمجموعة من الأحداث الخاصة بمحاولة قتل المسيح، وبتنتهي بتعليق شخص بيصرخ على الصليب وبيقول إلهي إلهي لماذا تركتني، وما تلا ذلك من تكفيره ودفنه. ومن المفترض لو كانت شهادات الأناجيل وحي من الله إنها تكون متطابقة وما يكونش فيها اختلافات، ولكن مع فحص ودراسة الروايات الأربعة عن قضية الصلب لقينا فيها تناقضات واختلافات كتيرة. هعرض بعض منها في الحلقة دي وهكمل الباقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. ومن هذه التناقضات والاختلافات حول قضية صلب المسيح ما يلي: من الذي ذهب للقبض على يسوع؟ إنجيل متى قال: جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب.
وأضاف إنجيل مرقس على الجمع الكثير ده الكتبة. أما إنجيل يوحنا قال إن اللي جايين يقبضوا على يسوع هم جند الرومان وخدم من عند رؤساء الكهنة. والثلاث أناجيل ما ذكروش مجيء رؤساء الكهنة، اللي أكد إنجيل لوقا إن رؤساء الكهنة بنفسهم هم اللي جم يقبضوا على المسيح. فالتناقض هنا واضح بين لوقا والأناجيل الأخرى وضوح الشمس. متى حكم المسيح في مجمع اليهود؟ تذكر الأناجيل الأربعة محاكمة المسيح في مجمع اليهود، ولكنهم اختلفوا في موعد جلسة المحاكمة. فإنجيل لوقا قال إن المحاكمة كانت في النهار، أما الأناجيل الثلاثة فقالوا إن المحاكمة كانت في ليلة القبض عليه. كم مرة سيصيح الديك؟ بطرس تلميذ المسيح تتبعه من بعيد علشان يشوف محاكمته، والمسيح كان قال له إنك هتنكرني ثلاث مرات قبل أن يصيح الديك، مرتين حسب إنجيل مرقس، ومرة واحدة بس صاح الديك على حسب أناجيل لوقا ومتى ويوحنا. أين تعرفت الجارية على بطرس أول مرة؟ أثناء متابعة بطرس لمحاكمة المسيح اتعرف عليه بعض الموجودين في المحاكمة وعرفوا أنه من أتباع المسيح، وده اللي اضطروا للإنكار ثلاث مرات. واتفقت الأناجيل أن في جارية اتعرفت عليه في المرة الأولى، ولكن اختلفوا في تحديد المكان اللي تعرفت فيه الجارية على بطرس. فإنجيل متى ويوحنا بيقولوا أن التعارف كان خارج الدار، أما مرقس ولوقا فقالوا أن التعارف كان داخل الدار وهو بيستدفى من البرد. فهل كان بطرس داخل الدار ولا خارج الدار؟ من الذي تعرف على بطرس في المرة الثانية والثالثة؟ في المرة الثانية اتعرفت على بطرس نفس الجارية اللي اتعرفت عليه في المرة الأولى، وده اللي قاله إنجيل مرقس، ولكن حسب إنجيل متى فإن اللي اتعرف عليه جارية أخرى غير الأولى. وبيخالفهم إنجيل لوقا اللي قال إن اللي اتعرف على بطرس رجل من الحضور، ويحاول إنجيل يوحنا الخروج من الخلاف والجمع بين الأقوال المتناقضة للثلاثة أناجيل اللي سبقوه. فهل اللي تعرف على بطرس في المرة الثانية نفس الجارية أم جارية أخرى أم رجل؟ من الذي حمل الصليب، المسيح أم سمعان؟ لما صدر الحكم بصلب المسيح وخرج به اليهود علشان ينفذوا الحكم، وهم خارجين ليهم راجل اسمه سمعان خلوه يشيل الصليب، وده اللي اتفق عليه إنجيل مرقس ومتى ولوقا، ولكن إنجيل يوحنا قال إن المسيح هو اللي حمل الصليب بدلا من سمعان القيرواني. فيا ترى مين اللي حمل الصليب، سمعان أم المسيح؟ نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. وفي الختام أسأل الله الهداية والتوفيق والسداد كما أسأله، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.